فاش كان السيد في اسبانيا وهو مزوج بها وكتخرج مع ولد ولد عمو كتناك معاه. اشوف عاودك لي وما نتيش. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ صبر امور زيه، ما يحفظكم اليوم تبارك الله عليكم. معكم مول الحرشه اللي غير تعمر الكريشه، انا ما بغيت كلاس خليت لهم ديك العيشه. المهم اليوم جيت نهضر في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. اليوم ماشي على غنهضر على شي وحده يعني اللاتينيه مثلا اللي عانى مع المغربي ولا عانى مع شي واحد اخر، ودابا غنحكيو على مغربي مع بنت بلادو، مغربي مع بنت بلادو. ومن بعد هاد القصة هادي كاين قصص بزاف. وبالنسبة لخالد، القصة ديال خالد الله يكون في عونك اخويا خالد، ما تستاهلش هادشي كامل يعني، الله غالب طلب الله وصافي، هذا ما كان اخويا خالد وربي يسهل عليك. غادي نعاود القصة ديال خالد المغربي اللي هو مزوج بمغربية وشنو دارت له في الاخر يعني بنت بلادو. وتحية للنساء كاملين يعني، باش ما نقولوش يقول هاد الناس هذا تيقول هادشي يعني تيهضر على العيالات ولا لا لا لا، انا احتراماتي للنساء حيت النساء منهم مواتنا، منهم خواتاتنا، منهم عماماتنا، منهم بزاف وبزاف وبزاف، وربما يكونوا يعني نولدوهم ان شاء الله باذن الله. النساء احتراماتي هما المرا هذا، غير يعني كنقولوا انا واحد الفئه ديما بواحد الفئه راه ما غاديش ما كنعمموش يعني في العام يعني كنهضر على الفئه. والاخوان والحصه اللي جايه غادي نشوفوا نعاود لكم قصه ديال واحد الاجنبي يعني اجنبي الاسباني شنو دارت له واحد السيده هنا يعني في بوليفيا، يعني قصه يعني ما تصورش وما عليناش داكشي اللي ما يطيحش على بالك. المهم عندنا الهواء سوا هنا، هذا واحد الجو زوين مغربي، وكنتمنى لكم كتسمعوني مزيان. غادي نحاول نبقى ندير ليكيت يعني ما كنستعمل بزاف داكشي، علاش هنا عندنا جو غاطر في الشتا، تبان لي غاطر في الشتا. غنبداو في القصه الاخوان. واحد الاخ مغربي الاسم ديالو خالد، بلا ما نسميو يعني الاسم الكامل خالد احتراماتي لهاد المرا هذا، هو يعني مزوج بواحد الدريه من المغرب، ما كتجي حتى شي حاجه يعني، غير الدريه يعني ما كتجي لا من لا فامي لا والو. هو مع الوقت سهل عليه الله مشى لاسبانيا، هذه قصه طويله، مشى لاسبانيا السيد مسكين. مي مشى السي خالد لاسبانيا، عاش مدة طويلة في اسبانيا، نقدر نقول لكم يعني مشى مشى شحال هادي ماشي عاد، عاش واحد 14 سنة في اسبانيا، يعني عنده جنسية ديال الصبليون، تيمشي يزور والديه في المغرب وداكشي. تعرف على واحد الدرية يعني على الزواج، تعرف على واحد الدرية على الزواج، هاديك الدرية قبل هاد قالت لي أنا غادي نتزوج. تزوجوا بجوجهم وهو تيمشي لاسبان وتيخليها في البلاد، كيمشي كيضرب مثلا عام تيولي 6 شهور عام عامين على حسب الظروف ديالو والخدمه ديالو، الله يسهل على كل واحد. وتيمشي يود البلاد كيزورها، كيزور مرتو حيت مرتو خلاها مع والديه، يعني كيما خاصها والو كيصرف عليهم مزيان. انا هذا سيدي تزاد عنده الاولاد، تزاد عنده يعني دري وبنت. السيده مازال كتعيش يعني في المغرب، واحد الوقيته مشى قال يعني علاش يعني ما نديش وليداتي لاسبانيا باش يعيشوا معايا، هو دار يعني داك البروغرام يعني قال لك، قال لي كان التفكير ديالي قلت على ولادي انايا، بغيت انا ولادي يعني يكبروا في المغرب، فهمتي يعني هذا هو يعني التفكير ديالي، ما راك قال لك نديها شحال. قال لك قلت انا ولادي يكبروا في المغرب خير، قال لك واحد شويه مع الظروف وكنشوف الحياه وكنشوف تنقول ربما احسن حاجه، احسن حاجه ندي ولادي لاسبانيا ويعيشوا يعني في اسبانيا كامل. داكشي اللي دار السي خالد يعني قال لك انا المراه ما كانش عندي مشاكل معها، عايش معاها مزيان يعني، قال لي عايش معاها مزيان ما عنديش معاها مشاكل، ما عمرو وقع معها شي مشكل معاها. دارت السيدي غادي الوقت اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، نهار السيده يعني صوب ليها صوب ليها باش يدي اسبانيا، صوب ليها دا مع اسبانيا، عاشت معاها في اسبانيا الاخوان، وتزاد عندهم واحد الولد اخر في اسبانيا، هي عندها دابا ثلاثه، عنده جوج اولاد اللي تزادوا من في المغرب، وعنده الثالث اللي تزاد يعني في اسبانيا. يعني
ولات السيده قال لك انا وليت حسيت بها فهمتي، حسيت بها كدير يعني كت حسيت بها تغيرت بزاف، حسيت بها تغيرت بزاف. قال لك ما بقيتش انا كنعرف المراه اللي انا كنت كنعرفها. قلت ويلي اش هادشي شنو وقع؟ قال لك بقيت غير تقاد اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، مع الوقت مع الوقت يعني حيت هي هذيك يعني هذيك السيده باش مزوج الحي اللي ساكن فيه يعني فيه المغاربه، فيه المغاربه وعندها يعني الدريات الاصدقاء يعني صحاباتها، عندها صحابات ديك السيده عندها صحاباتها. ونفس الوقت هو مثلا كيمشي كيزور مثلا كيزور وتي تزاروا بيناتهم، قال لك يعني قال لك انا عرفت عائله كتزار بيناتهم، فهمتي كتزار بيناتهم. يعني قال لك بحال كنت السبت لحد مثلا كنمشي عند مثلا كنمشي عند فلان مثلا مع واحد المغربي تنعرفو مزيان مع ولادو وداكشي. السبت لحد كنمشي مع واحد عند واحد اخر ولا نهار لحد اخر كيجيو عندي، يعني واحد العلاقه فاميليه، واحد العلاقه مزيانه يعني الفاميليا اخوان فهمتوني. اليوم غدا اليوم غدا نط هذيك السيده كتعاود للناس الاخرين لشي بنت شي مرا اخرى كتقول لي انا عييت مع هذا الراجل هذا. قال لي علاش عييتي منه؟ قالت لي عييت منه وما بقيتش باغياه ونجيك الصراحه وانا راه عندي واحد ولد عمي كنبغيه وهادي وهادي ويلي ويلي. وكتعاود الاسطوار ديالها، قالت لي ودي انا عندي واحد ولد عمي كان يعني ولد عمي كنبغيه وداكشي، وعندي معاه واحد العلاقه مزيانه من الصغر ديالنا وداكشي. وحتى فاش كان يعني السيد يعني فاش كان السيد في اسبانيا وهو مزوج بها وكتخرج مع ولد عمو كتناك معاه. اشوف عاودت لي فهمتي شنو عاودت لي؟ قالت لي انا فاش كان راجلي في اسبانيا، فاش كان راجلي في اسبانيا وخلاني في المغرب مع والديه كنخرج عند هذاك ولد عمي كنتلاقى معاه وكنتنايكو معاه، كنتنايكو انا وياه يعني تي كيتنايكو فهمتي. يعني فكر معايا شوف التكير كيفاش داير، انت هادي بنت بلاد بنت بلادك اصاحبي. قالت لي صافي انا ديك الساعه ما بغيتش نقول له حتى شي حاجه، قالت ربما زعما جات النار هذا غيدير الاسباني وغندير الوراق وغادي ندير ديك الساعه نقدر حتى بعد اللي طلقت به ولا شي حاجه يكون عندي انا عندي وراقي وعندي كلشي يعني في الاخر نتزوج بولد عمي ونجيبو معايا فهمتينو تفرجوا معايا. اما هاد ديك السيده من عودات كتعرف يعني كتعرف راجلها وكتعرف يعني واحد العلاقه مزيانه بيناتهم بقى فيها الحال. شنو قالت هي؟ ما قداتش ديك المراه تمشي تقول على الراجل. المراه عودتها هذيك المراه ديك صاحبتها عودت لراجلها قالت لها ودي ودي راه شنو كاين راه فلان تا وراه مسكين هذاك اللي ضربتها مهره وهادي وهادي وراه عندها اللي يتمعها وعندها زعما طايحه مع واحد ولد عمها ومسكين الاخر هذاك يعني فهمتي. هنا بغينا نعرفوا حتى هذوك الولاد جوج وليدات اللي ولدات في المغرب يعني غيبقى شك ما عرفناش واش ولد داك السيد مسكين ولا ديالو ولد يعني ولا هذيك الولد مثلا ولا بنت واش ديال ولد عمها ما عرفناش يعني شي يعني كاين تما راكم عارفين ما تقدرش تحكم. انا هذا السيدي داك الراجل مسكين حيت المرا ديالو عاودات له هو بقى فيه الحال قال الله يتينا عاودها له. مشى قال له ولد السيد عيط له في التليفون قال له باغي نهضر معاك في شي حاجه ضروريه نتلاقاو. قال لي وصافي شتي اش غدير غاد العشيه نجيب وليداتي ونجي عندكم للدار ونتعاودوا. قال له لا، قال له شي حاجه غادي نقولها لك اللي غنعاودك بنعاود لك بيني وبينك ولكن هذا الشخص يتعاود نتعاود في شي بلاصه نجي عندي بوحدك للدار ولا نتلاقاو في قهوه. في الاخر داروا باش يتلاقاو في القهوه الاخوان داروا باش يتلاقاو في القهوه. السيد تلاقاو في القهوه جاو كيهضروا قال لك انا ضرني خاطري ما قديتش نقولها له يعني غادي هذاك الشيء يعني غادي تجرح. تصور السيد مزوج بالمراه المراه مزوج بها سنين الاخوان وتيقول راه كتبغيني ودايره معاه الاولاد وفي الاخر تقول له هذا الكلام هذا راه تقدر تصدموه صاحبي تقدر تصدموه فهمتي تقدر تصدم يقدر ينطحر يقدر يدير بزاف ديال الحوايج. غير هو واحد السيد اللي هو الله يعمرها دار ماشي شي واحد يعني اللي يعني شي واحد اللي هو يعني مقود في رايو كيف كيقولوا دخل سوق راسو الله يعمرها دار. قال له غنقول لك واحد الحاجه وغنقول لك شنو غادي دير فهمتي دابا الله عطى الله اللي عطاه. قال له شنو غتقول لي؟ قول لي. قال لي المراه ديالك راه يعني راه المراه ديالك
عندها واحد السيد اخر ولا فامي ديالها راه يعني كتحفر لك، راه غادي تحفر لك، راه بغات تطلق منك باي طريقه، غتقلب السبه باش تطلق منك، تطلق منك وبزاف ديال الحوايج. قال لك وليت انا دخلوا لي تناوي، فهمتيني؟ قال لك وليت انا دخلوا تناوي، بقيت كنفكر حتى نقول واش زعما هادشي بصح، هاد السيد ما غاش يجي ويكذب عليا، ماشي غير يجي ويقول لي هاد الحوايج هادو غير هكاك. ونفس الوقت كلشي يكون يقدر يكون ممكن. ما عرفت شنو دار، هي كتهضر معاه كتخلي غير في انفوا يعني كيمشي للخدمه، كتهز الواتساب تبقى تعيط له في الواتساب، كيتكتبوا كيتصوتوا التصاور والاوديوات والروينه في الواتساب ديالها، وكيصيفطوا التصاور اللي على بالكم والفيديوهات اللي على بالكم وبزاف ديال الحوايج. ما ضروش التليفون ديالها ما بين لا والو، داير بحال يعني تضر يعني بقى في الحال، ولكن قال لك انا خصني نشدها يعني قيطي. انا هذا سيدي شنو دار السيده، حيت ما على عندهم دار في اسبانيا تتسمى بزوجهم، دايرينها بزوجهم وفاتي في الاوراق يعني داكشي داخلين اي حاجه دايرينها بزوجهم، كتسمى داخلينها بزوجهم وكتعرفوا راه مزوجين بالاوراق ومزوج كلشي. انا هذا السيد هز لي الواتساب ديالها، يعني دار لي داك السكانير، دار سكانير لهاديك الواتساب ديالها باش يتحكم فيها، باش يتحكم في الواتساب يعرف شنو كاين. إيه انا هذا سيدي هو مشى ما بي ما على بيه، خرج دار بحال غادي يمشي للخدمه ودخل الواتساب ديالها، يعني لقارة كتهضر معاه وكتصيفط لي التصاور اللي على بالكم، وكيبعث لها التصاور والاوديوات وحبوي ما تحبوي، وكتقول راه قريب ان شاء الله وراه غادي نطلق منه وغادي نتزوج بيك وغادي نعود للمغرب غنتزوج وغادي نجيبك وغادي نعيشو الحياه وغادي نديرو وغادي نفعلو وغنفرقو، وهذا راه ما يسواش، هذا راه ما دير ما كيدير والو. وما قالت له حتى راه حتى هذيك في سميتو ما كيدير ليه والو، يعني داكشي عنده دايف، يعني الهدف الوحيد هاد السيده هادي يعني بغات تجيب ولد عمها، فهمتي؟ يعني بغات تجيب ولد عمها، يعني بغات تدبر على ولد عمها ونفس الوقت تزوجو. ولكن انا كون على يقين من هنا غنقولها لك، هاد السيده هادي اللي دارت هاد الحاجه هاد الخصيله هادو غنعطيها لك مضمبر، هذا داك ولد عمك غادي تجيبيه وغادي يتزوج بك وغادي يدير الاوراق وغادي يطلع لك هذا، غيطلع لك هذا وغادي يدي وحده اخرى، صافي عقليها من مضمبر هذا. يعني الاخوان ويجي للدار قال ليها فلانتا شهادشي كديري حشومه عليك، غير انسان اللي دوا دمو، يعني نقولوا الدم ديالو مزيان، ما يكون شي واحد كون قتلها، هادشي يكون شي واحد كون قتلها يا صاحبي، داك الديكور كون قتلها، الزواج مده الزواج والولاد وفي الاخر يلقاك راه غيفنيك، راه يقتلك ويمشي عليك للحبس. ولكن هو من الناس اللي تيفكروا، من الناس اللي عندهم الدماغ، حيت ماشي التصرف نقتلها هو الحل، الحل هو صافي نرمي بو الزباله، نرميها في الزباله تمشي تقود فحالها، وديك الساعه ندير انا الحياه ديالي ونكون اطونسيون، نعرف شنو كندير. وفي الاخر قالت له انا باغي نطلق وهادي والروينه، ودارت عليه الشاو غوتات وهادي وعيطت للبوليس والروينه وهادي قالت له ما كيتحكي عليا وهادي طاطاق وانا باغي نطلق، ودارت محامي ودارت في الاخر الاخوان طلقاتو. طلقاتو قسمو داكشي اللي عنده، اللي داكشي اللي كان عنده اللي كيكسب مسكين قديم وفي اسبانيا، لا اللي عندها في الدار. يعني فاش طلقاتو، اون فوا طلقاتو في اسبانيا الاخوان دعاتو في اسبانيا، مشات ودات للمغرب دعاتو في المغرب، يعني قسمو كاع داكشي اللي عنده تقسم، لا اللي في المغرب ولا في اسبانيا قسموه. ومسكين دابا ولا كيعيش واحد الحاله، يعني واحد الحاله سيئه بزاف وسيئه بزاف. وهاد السيده هادي اللي دارت هاد الحاله هادي والله ما فيها حتى لو غرام ديال الانسانيه، السيد يعني اسبانيا وتزوج بيك وخلاك يعني خلاك في البلاد وما خصك حتى شي حاجه، شتا خير وانت في اسبانيا وعشتي معاه مده طويله ودرتي جنسيه ودرتي، وفي الاخر قلبتي عليه بحال ما دار والو. علاه تيقول لك واحد المثال، قال لك العيالات ما لا اعمم فيهم الاخوان، لا اعمم واحد النسبه، قال لك الخير ديال المراه فين كتحطو فوق هنايا في هاد البلاصه هادي، انت كتخدم عليها وتضرب عليها تمر والخير ديالك انت كتحطو هنايا. واحد النهار كدرس انت وياها هذاك الخير كامل اللي دايره هنايا، كتقول لك اشنو درتي، يعني هذاك الخير كامل كتقلبو بحال ما درتي والو في الحياه ديالك. الاخوان والاخوات هذه رساله من الشاب المغربي في امريكا اللاتينيه، اللي بغى يتزوج يعرف مع مين يتزوج،
اللي بغى يدير الحياه ديالو يعرف مع من يدير الحياه. راه الدنيا هادي ما بقى فيها ما يفرح الاخوان، راه ما بقى لا انسانيه لا والو. ما غاديش نقولوا كلهم، ولكن راه واحد النسبه كثيره، يعني لا من ناحيه الرجال ولا من ناحيه النساء، راه انسانيه ولات قليله وثم قليله. وتحياتي وثم تحياتي، كنتمنى يكون عندكم هذا الفيديو هذا، ديروا لايك وبارطاجوا الخوت، وان شاء الله باذن الله راني غادي يعني ندير قصص بزاف. عندي قصص ديال الهجره والتحريق اللي دواس وما عاودتهمش في القناه، واخا عاودت في القناه القصص ديالي كاين حوايج اللي ما عاودتش، ان شاء الله غادي نعاودهم باذن الله. وغادي نعاود واحد القصص اللي نتوما يعني راه ما والله ما تفهمنا والو، فهمتي؟ يعني قصص اللي يعني بحال كتفرج في الافلام، ولكن داك الشيء واقعي، فهمتي؟ يعني الواقع، الواقع كنعاود لك الواقع. تحياتي وثم تحياتي، تهلاو في راسكم وشكرا لكم بزاف اخويا.